الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة الفضلى على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدينا الأفاضل، سلام الله عليكم، وأهلا بكم معنا في حلقة الليلة من الدين والحياة، والتي نسجلها في 25 من شهر آب من العام 2022، إلى أن ترتئي إدارة القناة بعرضها ساعة احتجابنا عنكم. فيها نطرح كوكبة من الأسئلة بين أيدي سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان ليجيب عليها متفضلا كالعادة. السلام عليكم سماحة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أول سؤال طرحه علينا أحد الأخوة المتابعين سماحة الشيخ، هل للعباس والحوراء زينب عليهما سلام الله من حجية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة تسجيلية في أواخر شهر آب لعام 2022، كما قال أستاذ أحمد، ربما تبث ويكون الله قد كتب لنا أن نكون في زيارة الأربعين، فتكون مفترض أن تكون يوم 19 أيلول، 19/9 مفترض، والله من وراء القصد. أيمتى يعني ترتأي القناة أن تبثها؟ هم يعني صار الأمر بأيديهم في الإدارة. نعم، حجية زينب والعباس حجية تامة، لا مراء في ذلك على الإطلاق، لكن عليهما إمام. هون بدنا نتوسع قليلا في الكلام. قد يجتمع أكثر من حجة في زمان واحد، لكن يكون الإمام في زمن معين واحدا. عندما اجتمع رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والزهراء عليهم السلام في زمن واحد، ومن بعد الحسن والحسين، عم تحكي بأربع معصومين غير رسول الله صلى الله عليه وآله، من هو إمامهم؟ رسول الله. رسول الله. عندما التحق رسول الله بالرفيق الأعلى بقي من الحجج أربعة: علي والزهراء والحسنة عليهم السلام. إمامهم علي، الإمام علي سلام الله، إمام، إمام بالنص. هل في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله حجية لعلي؟ نعم، علي مني كنفسي. نعم، لكن على علي إمام وهو رسول الله صلى الله عليه وآله. هل للزهراء حجية في زمن رسول الله؟ بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، أوسع دائرة حجي. وأمنا الزهراء حجة علي، حجة علي. نأتي إلى زينب صلوات الله وسلامه عليه. أولا زينب، حجية زينب بالنصوص من رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن أبيها أمير المؤمنين، ومن أمها الزهراء صلوات الله وسلامه عليهما، ومن أخيها الحسن، ومن أخيها الحسين، ومن ابن أخيها السجاد عليه السلام، مع وجود الباقر في حياتها الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جيد، تجي لمنطوق النص الذي أعطى الحجية: عالم غير معلم، فهم غير مفهمة. ماذا يعني عالم؟ يعني تملك علما لدنيا من الله عز وجل، إما بانقداح في القلب كعلم الخضر عليه السلام، أو من خلال المعصوم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. المؤدى عالم غير معلم. عالم بماذا؟ بكل ما يجعل من علمها حجة، وإلا حيازة العلم، مجرد حيازة العلم لا تعطي حجية. كثير من الناس عندهم علم
بس هم حجة؟ لا. يعني فقهاء السوء وغيرهم، العلم الذي كان يملكه إبليس كان حجة عليه وليس حجة له. نعم. هل كان حجة عليه مع أنه كان في مصاف في الملكوت. وكلمة غير معلمة، غير معلمة تعطي أيضا، يعني حتما العلم من عند الله عز وجل. ولله في خلقه مع زينب شأن خاص. نعم. كيف جعلها عالمة غير معلمة؟ نحن نريد خلاصة النص. خلاصة النص تقول إن هذه تحوي علما يستبطن حجية. يعني لو قلت يا سيدتي ومولاتي يا زينب إن هذه المناديل الورقية صناعة لبنان، قالت لي ليست صناعة لبنان، كلامها مقدم على كلام، لأنها عالمة غير معلمة، فهم غير مفهم. حتى ولو كنت على يقين، هنا قطعي لم يوجب علما، والقطع إذا لم يوجب علم فاقد للحجية. الفرق بيننا كأناس عاديين أنه قد نصل إلى القطع، أقطع بأن هذا ماء. طيب لا يصمد هذا القطع أمام النقاش. شيخنا أي ساعة جيت على استوديو؟ قبل ربع ساعة. اليوم ما عندنا أوتوكيو لنهير الأم. قبل ربع. هل تأكدت من أنها مختومة؟ لا. ربما وضع فيها شيء غير الماء. غير الماء. ها شوف بلش القطع يتهاوى. لم يوجب علما. طيب ولا ربما كانت آخر الطبخة بال يعني آخر ما عبأته الشركة ربما فيها الأسيد النيتريك ما بعرف شو أزيد من بحيث يخرجها عن كونه عن كونها ماء. وإلا مولانا الذين شاهدوا عيسى يصلب قالوا هذا عيسى شبه. شو قال الله؟ شبه. قال قطعهم لم يوجب علما شبه لهم. شبه. قطعي أمام علم زينب العالمة غير المعلمة فهم غير المفهمة إذا عارضته بعلمها لم يعد حجة. وإن كانت تارية المعصوم، قلت لك عليها إمام. عليها إمام، هي تدين بالطاعة لإمام. أول ما فتحت عيناها كان إمامها رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد ارتحال رسول الله والتحاقه بالرفيق الأعلى صار إمامها أباها. بعدين صار الإمام الحسن إمامها، ثم صار الحسين، ثم زين العابدين. بس هذا ما بيلغيها من مقام الحجية، من مقام حجيتها. نعم. وحجية تامة. وكم معصوم ما شاء الله. حجيتها تامة. لنشرح معنى الحجية اضطررنا آسفين أن نضع شخصا عاديا يعلم بشيء ونفترض وجود السيدة زينب سلام الله عليها، عالمة غير معلمة، أي قطع تصل إليه إذا تعارض مع قطعها مع علمها سقط عن الحجية. شو يعني؟ يعني هي الحجة. لأن أسأل المسلمين جميعا، إذا بعثت زينب صلوات الله وسلامه عليها فقال فقيه فقهاء الفقهاء الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وآله كذا وكذا، قالت لم يقل جدي رسول الله هذا، أي قول يسري؟ قول زينب حتى. أين تكون أين تكون الحجية بغير هذا؟ عالمة غير معلمة فهمة غير مفهمة، هذا نص تفويضات الإمام الحسين. صحيح. عندما يفوض إلى من يحمل أمر المعصوم فلا يقوده إلا في مسارب الحجية. وصايا أبيها صلوات الله وسلامه أولم يوصي لها طبعا. بأن تفعل كذا وكذا وكذا، عهد عهده إليها. وصايا أمها الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أولم توصها. هذه التكليفات المتعاقبة من مقامات العظمى، من إمام إلى إمام. نعم. هذه
توجب أن يكون متلقي هذه التفويضات وهذه العهود توجب أن يكون عالما غير معلم، فهما غير مفهم، لأنه سيكون إنما لحظة ما في مكان ما حجة على الخلائق. وإلا عندما قامت فخطبت أمام اللعين ابن زياد وأمام اللعين يزيد، كلامها يهدر حجة أم لا؟ طبعا يهدر حجة، وما زلنا نستدل بكلامها إلى يومنا هذا. شو بدي فيهم، أرعبتهم أو لم ترعبهم؟ آخر هم ردة فعل يزيد نأتي بها كشاهد. نحن كلامها بالنسبة إلنا حجة أم لا؟ طبعا حجة، لكن عليها إمام عليهم السلام. يعني النبي إسماعيل في زمن أبيه والنبي إسحاق في زمن أبيه كان حجة، لكن عليه إمام. عليه إمام. حتى بعض العلماء يقولون إن الخضر عليه السلام كان إمامه موسى، لكن تكليفه في مقام الحجي كان مختلفا، كان حجة على في ثلاث مواضع على الأقل ذكرها القرآن الكريم. أبو الفضل، قبل ما أوصل لأبو الفضل، وقد سبق زينب أن نزل رسول الله أشخاصا دون زينب في الفضل، نزلهم في منازل الحجي. لما بيقول ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر، شو يعني؟ يعني أعطاه حجية في كل ما يقوله فلا يحتمل بحقه الكذب، فصار حجة في هذا وعليه إمام هو رسول الله ومن بعده علي والزهراء والحسن والحسين. سلمان منا أهل البيت أدخله في دائرة حصنته بتحصين رشح منه شيء من الحجية. ملئ عمار إيمانا من رأسه إلى من مشاشه إلى كذا الحديث. شو يعني؟ يعني إن الإيمان لا يفارق هذا الرجل، هذا الرجل مما يعني أنه حجة، وبالفعل كان حجة. وين بدت حجيته؟ هو وخزيمة ذي شهادتين بدت حجيتهما في صفين، يا عمار تقتلك الفئة الباغية، فهو الشاهد من خارج نطاق الولاية، أنه علي عندنا لا يحتاج إلى شاهد طبعا، كل مضروب بسيف علي إلى النار. حربك حربي وسلمك سلمي، انتهى الأمر تمام. كل من سل علي سيفه عليه فقتل تحت سيف علي فهو إلى النار، لا مجال لغير ذلك، لأنه لا يضرب خط عشواء. أولا لا يخطئ علي، إنه من أمر، ثانيا هذا حارب عليا وحرب علي حرب لرسول الله، وحرب رسول الله حرب لله عز وجل. يا عمار تقتلك الفئة الباغية، كان حجة في مقتله أم لا؟ طبعا وبدليل أن القوم احتجوا بذلك، فحرفها معاوية قال قتله الذي أخرجه. قال لهم قولوا له الإمام علي قتل رسول الله حمزة إذ أخرجه إلى المشركين يوم أحد. جيد، طيب إذا كان أمثال سلمان وأبي ذر وعمار قد لحقهم شيء من الحجية فيما قاله رسول الله بحقهم، فكيف بزينب اللي بدأت مع رسول الله بتسميتها، إما من ثمار الجنة وإما زين أبيها زينب زين أب، وإما نبات عطر وإما البدكية، كلها أسامي ترشح. طيب سماها رسول الله حجة تسميته أم لا؟ طبعا هون بدأت تسريب، سبحان الله، تسريب الحجي. أبو الفضل سبق أن أفردنا لمقامه ونحن ما زلنا ولا نزال وسنبقى مقصرين بحقه صلوات الله وسلامه. طيب رجل تحراه أبوه قبل أن تنعقد نطفته، مو قال له لأخوه اختر لي، شوف لي بنساء العرب امرأة ولدتها الفحول، بدي شخص
حليم عليم بر تقي، بدي شخص شجاع كريم سخي شجي. شوف لي، كان أمير المؤمنين يتحرى رحما طاهرة لصلب شامخ، ضارب باذخ سؤدده من لدن أبي طالب إلى آدم عليهم السلام جميعا. فإذا هنا بدأنا نتلمس مقامات الحجية لأبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه، ولا لا؟ نعم صحيح. طيب، عندما ولد أبو الفضل لماذا قبل أمير المؤمنين يد أبي الفضل طفلا صغيرا، قبل راحته كما ورد في النصوص، ولماذا وصل إلينا هذا النص؟ حرص أهل البيت على إيصاله إلينا هذا النص. أمير المؤمنين من حقه كأب أن يقبل ولده ويد ولده، كلنا بنعملها، بس في فرق كبير بين تقبيل علي ليد أبي الفضل وبين أن أقبل ولدي أنا. من شو جاب لجاب؟ وهل بالطود يقاس الذر؟ كان يقبل مشروع حجية، وكأنه يرسل قبلة مع الكفين اللتين ستقطعان وتقعان مباشرة بيد الزهراء تستبقيهما حجة إلى يوم القيامة. ضمت الكفان قبلة لعلي، كيف بتكون الحجية غير؟ ليش قبلها؟ عم أقول تقبيل المعصوم بحساب، مو أب، لا لا، أبو أمة. يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة. بقبلة علي غدت الكفان كلهما حج، وأثبت التاريخ ذلك، وأثبت النصوص أن للكفين دورا يوم القيامة عندما تحتج بهما الزهراء صلوات الله وسلامه عليك. طيب، بس بخدمتك، تفضل. العفو. لما بيجي المعصوم بيقول له اركب بنفسي، سواه بنفسه، حالة الفداء بين المعصوم، اركب فديتك بنفسي، يعني معناها اركب بنفسي أنت. أي مقام وين بعد؟ يعني كيف يمكن أن تتصور الحجة بغير أن ينزل المعصوم شخصا منزلته؟ ولذلك قل احتمال كبير لعدم ذكر العباس في فقرة زيارة عاشوراء، إما لأن المعصوم يريد أن يفرده بزيارة خاصة، وإما لأنه نفس الحسين، السلام على الحسين وعلى، يعني ضمن باب الحسين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، اندك أبو الفضل مع الحسين سلام الله عليه. فبدك تبحث عن حجية؟ ليش؟ هل عثر للعباس على موقف ليس فيه حجة؟ ثم نأتي إلى الزيارة التي أتحفنا بها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه، سلام الله عليهم وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين والزاكيات، تروح وتغتدي عليك يا ابن أمير المؤمنين، العبد الصالح أشهد تشهد أنه نصح لله ولرسوله شوف كيف عددهم بالزيارة، كل فقرة تنضح حجية. بيرجع سؤال أنه في حجية لزينب والعباس، حجية تامة، بس عليهما إمام، خل ما ننسى حتى ما نزيد وننقص عزوءنا. توضيح هام جدا. نعم، تفضل. شكرا لكم. سؤال آخر، كيف يقضي الأولياء حاجات المتوسلين رغم بعد المكان وبعد المسافات واختلاف الزمان؟ أولا خلنا نتفق على قاعدة، أن الولي يجيب دعوة
المتوسلين بواسطته بإذن الله. بإذن الله. في حدا من المسلمين يقول إن وليا مهما بلغ يعاند الله في أمر فيسري أمره على أمر لم يحدث. ومن صحك بذلك؟ من قال بذلك هذا هو الكفر بعينه. الأولياء يقضون الحاجات بإذن الله تعالى. هلأ بترجع بتتعمق أكثر بتقول الأولياء لا يقضون حاجة إلا ولله فيها رضا، فيها رضا، لأنهم الأقرب إلى معرفة الله. الله عز وجل. أكثر من هيك هم يحملون أمر الله. شو معنى أمر الله؟ أمر الله الذي إذا أتى لا يمكن استعجاله ولا يمكن استأخاره. أمر الله إذا أراد لشيء أن يقول له كن فيكون. شو هو هذا؟ إنما أمره، إنما أمره. أمر الله ما بينعطل من مكان، ولذلك قال لرسوله صلى الله عليه وآله وشاورهم في الأمر فإذا عزمت أنت فتوكل أنت، مش وشاورهم في الأمر فإذا عزمتم بصيروا شركاء بأمر الله. أبدا لم يدخلهم شركاء. وشاورهم في الأمر، استخرج ما في نفوسهم، فيعرف المنافق بلحن القول. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقول، تسمع لقول، كأنهم خشب مسندة، خشب حاطط له سندي من وراء، يحسبون كل صرخة عليهم. بضل فزعان ما حدا يضربه، التصوير جدا راقي. نعم. يحسبون كل صرخة دائما 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 واضع نفسه في مكان تهمة. كيف يمكن استخراج ما في نفوسهم؟ هاو شاورهم فتخرج الأضغان، وشاورهم فتعلم الصادق من الكاذب، وشاورهم فتعلم أهل الثبات. هو يعلمهم رسول الله، بس يريد للآخرين أن تقام عليهم الحجة، وإلا رسول الله عاجز ربه والعياذ بالله أن يعلمه بدقائق الأمور. بس كيف يمكن للحجية أن تكتمل؟ بالأحرى كيف يمكن لعلم رسول الله الواقع أن يصبح علما ظاهريا سيالا للجميع؟ بها الطريقة. بشو حطهم على المحك؟ بشو؟ بأمر الله. وشاورهم في الألف ولا وشاورهم في الأمر، في الأمر. أكيد ما عم يشاورهم بأمر حاطب ابن أبي بلتع، بأمر الله عز وجل. نعم. فإذا عزمت أنت، أنت تبه، لا يخرج الأمر من يدك. الأمر لا يخرج، إنما تخرج ما يخرج أضغانهم، ما يخرج سيئات المسيء وحسنات المحسن. عرض وليس تمسيك. ما بيمسكوا أمري هاو بوجودك. قد يقول قائل أين علي؟ علي نفسه لا يقاس به أحد من الأمة. إنا أهل بيت لا يقاس بنا أحد. فإذا كان قضاء الحوائج أمر من أمر الله وبإذن الله، طيب ننتقل إلى كيف يتعاطى الله مع الخالق، كيف يتعاطى معهم، كيف يرزقهم جميعا دفعة واحدة دون زمان ومكان. ما في واحد بالسجن هم يرزق، يلقون إليه بكسرة خبز، صح، رزق من رزق. وهم بنفس التوقيت. أضرب مثالا على ذلك، الآن أنا على الشيش بحلقة مسجلة، شوف الصدفة، يعني نحن سيرانا المشاهدون باستثناء إخواننا تبع الكاميرات والمخرج وغيرهم، ما حدا شايفنا الآن. صح. الآن الآن الساعة 4:30 يوم 25 آب. ما حدا شايف، ما حدا شايف، ومع ذلك يوم تبث الحلقة سيرانا الجميع ممن يتابع البرنامج، ما هيك؟ طيب شوفتك إلي بجهاز التلفاز عندك بالبيت غير شوفة جارك، إيه غير شوفة جارك.
طيب كيف في نفس الوقت وفي نفس الزمان؟ لأنه الأجهزة صممت لتكون كذلك. صح. طيب ليش على الكنترول بمحطة كربلاء يراني قبلك بثلاث ثواني على الأقل؟ تجهيز للبث، لأنه بدأ تطلع البث من بيروت. صح. على القمر تتلقاه كربلاء ثم تعيد بثه فيتلقاه المتلقي في تسع ثواني بين خروج صوتي وصورتي من كنترول بيروت إلى كنترول كربلاء إلى القمر مجددا إلى المتلقي. هذا كله خلاف الزمان والمكان، ومع ذلك تجد صورتي صورتك البرنامج يجدونه في بيوتهم بنفس الوقت تماما. طيب إذا نحن كبشر توصلنا إلى هذه الاختراعات، فكيف برب العالمين إذا أراد أن يكرم وليا؟ هلأ الخطورة بسؤالك، أنه لماذا يأذن الله لصنف من الأولياء أن لا يستجيب إلا من خلالهم؟ ما هون قد يجي قائل يقول لك أنه يا أخي خل نطلب من الله مباشرة. طيب لو كان يريد ذلك ما في مانع أن تطلب من الله مباشرة، لكن عندما يقول وابتغوا إليه الوسيلة، كرس وجود وسيلة بينك وبينه. ما هي؟ قد يقول قائل هو الدعاء، هو وسيلة. قد يقول قائل هو العمل الصالح، هو وسيلة. طيب وسيلة أصبح بينك وبين الله وسيلة. وسيلة. إذا جينا سألنا المسلمين جميعا أفضل وسيلة عند الله عز وجل هو دعائي؟ لا. هو عملي الصالح؟ لا. في أفضل من هذا، ولكل فضل، بس السقف ما هو؟ محمد صلى الله عليه وآله. عند مسلم شك بأن أفضل وسيلة إلى الله هو نبيه، يعني أحب الخلق إليه. لم يقسم الله عز وجل ببشر في القرآن كله إلا بمحمد صلى الله عليه وآله. لعمرك إنهم يحلف بعمر النبي. صح. حلف ولا ما حلف؟ طبعا. أفضل وسيلة هي أحب الخلق إلى الله عز وجل. قال ابتغوا إليه الوسيلة. مين قال أنه دعاك يكون مؤثرا في الاستجابة أكثر من ما هو أفضل منك وسيلة؟ هنا أراد الله أن يكرم أولياءه، مو بيعني أنه والله لا ما بقى تدعي لله مباشرة، دعي ما حدا منا، لا يوجد مانع جامع، لكن إذا دعيت قدم بين يدي دعاء وسيلة. في فرق كبير جدا أن تدعو يا الله جيب لي ماي ارزقني ماء، هذا دعاء، ولا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى اللهم لك الحمد حمد الشاكرين ولك الشكر، يقدم الثناء على الله ولك الشكر شكر الحامدين، اللهم بمحمد وآله ارزقني ما ارتوي به. في فرق كبير طبعا، بالاول مثل كانه مربح حاله نفسك بتستشعر بقدم بين يدي دعاء بالبسمله بالصلاه على النبي فعلا وآله بكذا قدم. ولذا ما في اشكال حول الزمان والمكان، هاي القصه محلوله طالما انهم ينطقون عن امر الله عز وجل. نعم. هل انا نشر الفساد سمحت الشيخ اكثر والتوسع بالظلم أكثر، هل يعني هذه الأسباب تعجل في الفرج أكثر؟ صلوات الله وسلامه على إمامنا مولانا، من المعلوم أنه لا يخرج صلوات الله وسلامه عليه إلا بعد أن تمتلئ الأرض بالظلم والجور ليملأها قسطا وعدلا، وكأنه يصبح القسط والعدل مطلبا عالميا. يصبح القسط والعدل طبعا كيف بده يصبح القسط والعدل، كيف يصبح القسط والعدل مطلبا عالميا دون أن يتبين الناس فساده إلا طغمة معينة؟ هي بده تدرك أن الجور جور
وأن الظلم ظلم. عفوا أنا شو قلت؟ يمكن غلط بالتعبير. القسط والعدل. إيه؟ كيف سيطالب الناس بالقسط والعدل دون معرفة؟ دون معرفة أنه هن أن الجور والظلم، الجور والظلم أكثر. أمر قبيح. وبعد إلى الآن صور للناس أن الظلم والجور حسن، من الحسن. قبل 100 سنة كان الشاذ جنسيا يلاحق حتى في المجتمعات الأوروبية. لا ولا لا؟ صح. وكان ممقوتا وكان المجتمع يدينه. بعد 100 عام فقط حسن القبيح، أصبح الذي يدينه هو المدان. هو المدان ولا لا؟ نعم. طيب إذا ما استيقظ الناس وعم بعد أن يعم هذا الفساد، وبأن الجور جور خلاص، إذا ما استيقظ الناس وأدركوا أن هذا ظلم وهذا جور وهذا فساد، بدهم يطالبوا بعدالة عالمية. ما بعود فيها الدولة وحيدة الطالب بعدالة. يعني ما فيك تجي لمدغشقر تقول هذا المجتمع الفاضل، وبهولندا يمكن الزواج من حيوان، شرعوا الزواج حتى من الكلاب كرمك. فامتلاء الأرض بالظلم والجور. في نغمة سمعت أنه نحن لازم نتنحى جانبا عن المجتمعات حتى يتسارع الظلم والجور. لا يا أخي، أنت تمارس دورك في زمن الغيب بانتظار الفرج والدعاء بالفرج. أفضل الأعمال انتظار شو؟ أن أتنسك وأجلس في مغارة في أقصى الأرض، أو أن ألتزم بمنهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وحديثهم: شيعتنا من أطاع الله. وثمة التزامات للمجتمع يجب أن تبقى، حجية الصدق، حجية الكرم، حجية العطاء، حجية العلم، حجية نقل الحديث، بده تضل هاي، لازم تضل. وإلا إن سكت أهل الحق نطق أهل الباطل، لأن الساحة لا تحتمل فراغات، ما بتحتمل فراغات. إذن هناك أجواء ستعم العالم يصبح القبيح فيها حسنا والحسن فيها قبيحا. ما بيكفي، وهو قد صار أصبح. يجب أن يعي الناس أن الحسن حسن والقبيح قبيح. كيف؟ بعد أن تظهر تهافتات القبائح. يعني أمس صار في اجتماع للمثليين الشاذين بإحدى جزر، ما بعرف يمكن تنريف، جزيرة تابعة لإسبانيا. طيب. وانتشر من خلالهم جدر القرون. هذا بأوروبا ما فيك تقول له قال الله قال رسول الله، والاستصحاب بيجري بالشبهة الحكمية أو ما بيجري بالشبهة، شو بيفهموا بشر؟ صح. بده يشوف أن هذا الشذوذ ساهم في نشر مرض وباء، بده يجي أوبئة من خلاله. مثل لما عملوا المصانع وحرقوا الفحم الحجري قبل البترول، وحرقوا البترول وصار في طبقة أوزون، أهم تحركت الدول ومؤسسات المجتمع المدني كيف نقلل من الانبعاثات، لأنه رح ننشوي جميعا. صحيح. لأن يوجد قارة بحجم أستراليا من البلاستيك، من النفايات، تطوف على وجه البحر في المحيط الأطلسي بين وسط أفريقيا ووسط أمريكا الجنوبية. قارة الآن أدركوا أن هذه ستهلك البحار. ولذلك عم يحاولوا يجيبوا سفن لإعادة التدوير وبيستفيدوا. صح. ليش؟ لأنه ليش تركتوها لحتى صارت قد أستراليا؟ لماذا لم تتحرك حميتكم قبل ذلك؟ لأنه أثرت على الصيد وأثرت على عالم البحار
وأثرت حتى على الأقمار الصناعية، حتى على الرادارات، لأنه فيها نفايات تلتقط بالرادارات عم تشوش عليهم. لابد، وهذا أمر الله لا يتخلف، دائما دائما معاصي الأمم لها جزاءات، الجزاءات هي التي تصحي من بقي حيا منهم. ولذلك المعادلة أن يملأ الأرض عدلا وقسطا بعد أن ملئت ظلما وجورا. يعني الأعم الأغلب فيها ظلم وجور، للظلم والجور. الأعم الأغلب عند أتباعه قسط والعدل، قسط عنده كل شيء قسط وعدل، هو العدل، هو العدل، إلى أن تستقيم الأمور. من هنا تفهم أن القسط والعدل بعد تشخيصهما سيصبحان مطلبا عالميا تتوق إليه النفوس، باستثناء طغم حاكمي، طغم تدير صناديق سوداء. هاو من النهاو اللي بده يحاربهم الإمام، يعني من تأصل في النصب، نصب العداء لأهل البيت، من هم بطبائع اليهود يقولون يد الله مغلولة، وهذا يد الله يده مغلولة، ما لح نسلم له، لا يداه مبسوطة مبسوطة طعم. نعم. نعم. هناك من يسأل سماحة الشيخ أيضا، هل صيغة المؤاخاة يوم الغدير توجب الشفاعة أو وجه من أوجه الشفاعة؟ ما هي النص تجي للأخ يوم الغدير. ما هو يوم الغدير؟ يوم نصب رسول الله صلى الله عليه وآله عليا أميرا للمؤمنين وخليفة رسول رب العالم. هل كان منصوبا قبل ذلك؟ نعم. لكن يوم التنصيب الأكبر الذي جمع أكبر عدد ممكن من المسلمين، يوم غدير خم، يوم غدير خم، أو التتويج لمرحلة وصول علي عليه السلام إلى خلافة رسول الله، تتويج، ولا هو من أول يوم علي وأخي ووصي. نعم. شو بيقول من المستحبات التي وردت في النصوص أن تقول لأخيك يوم الغدير: آخيتك في الله، وصافيتك في الله، وصافحتك في الله، وعاهدت الله وملائكته ورسله وأنبياءه والأئمة المعصومين عليهم السلام على أني إن كنت من أهل الجنة والشفاعة وأذن لي بأن أدخل الجنة لا أدخلها إلا وأنت معي. ويقول: قبلت، أسقطت عنك جميع حقوق الأخوة ما خلا الشفاعة والدعاء والزيارة. هذا النص اللي ورد، وهذا مشحوم بالشفاعة. شوف، الله سبحانه وتعالى أقر الشفاعة في كتابه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني هناك من يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة لمين؟ إذا ما عليك ذنوب شو حاجتك للشفاعة؟ ما ظامت وماشي ماشي حالك. وهذا إذا عاملك الله عز وجل بعدله لا ينجو إلا المعصوم. أول الشفاعات رحمة الله، ورحمته وسعت غضبه، ورحمته وسعت غضبه. طيب نحن شو منقول للإمام؟ يا رحمة الله الواسعة. ما من رحمة الله عز وجل أن منح لمحمد صلى الله عليه وآله الشفاعة. ما منحه أن يشفع؟ منحه أن يشفع. طيب لأهل بيته، تخيل رسول الله يشفع للخلائق وفاطمة لا تملك صلوات الله وسلامه عليه أن تشفع لأحد من ولدها على الأقل، أي ميزان؟ ما لكم كيف تحكمون؟ تلتقط محبيها وشيعتها كما يلتقط الحب. سيدة المحشر، سيدة نساء أهل الجنة. طيب منجي للبخاري الذي يقولون عنه أهل السنة أنه أصح كتاب بعد كتابه. ورد الحديث، أنقله بالمضمون: بين أنا يوم القيامة وإذا زمرة من أصحابي
فيحول بيني وبينهم رجل. أقول هلما؟ فيقول لا، إلى النار. لما؟ إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. رسول الله يعلم حتما، لكن الاحتجاجات يوم القيامة تقتضي هذا الإعلان. كلامي مو بما جرى، ومن هم وما هم ما بيعنون. طيب. كلامي أن الحائل بين رسول الله وبين أصحابه أو زمرة من أصحابه رجل، مش رضوان خازن الجنة ولا مالك خازن النيران، رجل مش ملاك. الرجل الذي يملك صلاحية يوم القيامة أن يحول بين زمرة من أصحاب رسول الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعترض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويملك أن يأمر ويقول هلموا إلى النار. هذا شو الصلاحية اللي عندهم؟ من هو؟ قولوا ما شئتم سموه، عندي هو علي بن أبي طالب. لكن تنزلا أقول هذا الرجل يملك صلاحيات أن يدخل النار ولا يملك صلاحيات أن يدخل الجنة؟ يعني الله مسلطه على العذاب ما مسلطه على الرحمة؟ مو الصلاحيات يجب أن تكون متكافئة؟ يعني عندما تعطي هذا رب واضح إله، عندما يعطي صلاحية بده يكون في توازي شكل، حتى بالقانون الفرنسيين قالوا باراليليزم دو فور، توازي شكل. فإذا بيملك أنه يدخل زمرة بكاملها على النار، ما بتخلوه يدخل حدا على الجنة ليه؟ هذا عطاء الله، فلماذا تحجبه تمسكونه بأيديكم؟ لا غلط، انظروا إلى عطاء الله كيف ينبغي أن يكون. لا. وبناء عليه، فإذا عندما تصل الشفاعة يعني يؤذن بالشفاعة، يعني أذن برحمة الله. طيب رحمة الله وسعت كل شيء، ليش بده يوصل الرحمة لمكانه توقف؟ يعني إذا قلت يا ربي أنا آخيت الأستاذ أحمد في الدنيا وآخاني وقد عاهدته وأنت علمتنا أن نفي بالعاهد، يا ربي فتجاوز عنه وأدخلني معه الجنة، خليني ناطره ليجي، كون عصيت الله؟ حاشا لله. ولا بكون عم نفذ أوامر الله في عهد علمني إياه المعصوم؟ هو هذا. مو هيك تسلسل الشفاعة مرتبطة بسعة الرحمة. ما فينا نقيس سعة الرحمة على عقولنا، عقولنا بتوصل لمحل تقول لا بزيادة خلص، ما في عند الله بزيادة خلص، في رحمته وسعت كل شيء. كم هو غضب الله؟ والمعصوم من رحمته. غضب الله أوجب أن تسجر نار لا يعلم مداها، ومع ذلك سبقت رحمته غضبه جل وعلا. إيه أملنا بالله كبير، أملنا بمحمد وأهل بيته كبير جدا. يعني إن صدرت منا معصية ولسنا معصومين، ما بتصور نصل إلى حدود أن نتعمد المعصية عن عمد قارح من جهة، اثنين أن نصورها أنها ليست معصية. لا، ما نحن نقر أنها معصية، لكن سبقتني إليها نفسي. طيب إذا هاو ما بينشفع لهم، مين بينشفع لهم؟ لا يزيد بن معاوية. نعم. اسمح لي بفاصل سنحضر ثم نتابع فاصل مشاهدينا، نتابع من بعده سير هذه الحلقة كرما لا أمرا، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، مرحبا بكم سماحة الشيخ. الله يحييك. نتابع مع أسئلة المتابعين. ذكر الأعلام أن الولاية شرط قبول الدعاء. نعم. طيب كيف يقبل الدعاء من غير الموالي؟
خلينا نحكي بشروط قبول الدعاء. هذا ينبغي على إخواننا أن يعرفوا هذا الأمر. تفضل. بعدين ألجوا إلى الولاية. الولاية. الدعاء له آداب، والدعاء تقف نفسه خلفه نفس، فإن كانت نفس مصابة باللامبالاة وبالسطحية ولا تستحضر من هو المدعو، هو جبار السماوات والأرض، أدب الدعاء. يكون الدعاء خارجا منها خروجا مصطنعا وليس خروجا عفويا سلسا مجبولا بنفس رائقة. لشروط، يعني الشروط التي ذكرت في الأحاديث آتي على بعضها وليس على كلها. مثلا شرط الدعاء الطهارة، أن يكون الإنسان على وضوء، مرفوع عنه الحدث الأصغر والأكبر. طهارة. طهارة التي اشترطها الله في الصلاة، والصلاة لغة دعاء. دعاء في الصلاة الواجبة أو المستحبة باستثناء صلاة الميت. صحيح، بغير وضوء لا يشترط فيها الطهارة. كل الصلوات، ولذلك يشترط في ركعتي الطواف الطهارة. الطهارة، وإلا بطلت الركعتان، وإذا بطلت الركعتان بطل ما قبلها ولا يقوم ما بعدها، يعني إذا عن عمد. إذن الطهارة، الصلاة ركعتين قبل الدعاء، وفي صيغ للركعتين صيغ متكثرة بتكثر الأحاديث. يستحب أن يقدم بين يدي دعائه صدقة، والصدقة قد تكون عينا وقد تكون بسمة. صدقة صدقة. أنت لما بتشوف ناس بدون يقطعوا الطريق بتوقف بتقول لهم امرؤوا تبسمك في وجه أخيك صدقة، هذا مش صدقة. صدقة. ليش دايما ينصرف الذهن إلى أن الصدقة أمر مالي مادي أو مادي؟ لا، أن تعطي علما هو صدقة، وللعلم صدقات. طبعا زكاة العلم نشر. إيه؟ البسملة، أن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، تبدأ دعائك بسم الله الرحمن الرحيم، تفتتح بسم الله عز وجل، أن تثني على الله عز وجل، الله أكبر سبحان الله، هاي من الثناء على الله، أن تحمد الله، والصلاة على محمد وآله. ليه؟ لأن الصلاة مقبولة على محمد وآله، مقبولة، ما في شيء يمنع من قبولها. نعم. إلا أن يكون ناصبا العداء ويلقلق بلسانه نفاقا. فإذا بدأت دعاءك بالبسملة الرحمن الرحيم وبالصلاة على محمد، هل عبارتين مقبولتين جدا، وختمت بالصلاة على محمد، إن الله أجل وأكرم وأعظم من أن يقبل الطرفي الدعاء ولا يقبل وسطه. ما في على القطعة وتجزئة عند الله عز وجل. رحمة الله سبحان الله. والتوسل بمحمد وآله، مع أن بعدنا عم نحكي الوسيلة. وابتغوا إليه الوسيلة. مع إقرار بالذنوب. أنا عبد لست مطيعا، إني مطيع في الجملة، عرفتك يا رب، وحدتك يا رب، لكني لست عبدا صالحا، أنا صاحب ذنوب، فإذا ما بترحمني بتغفر لي ذنوبي، من ذا يغفر لي؟ نعم. مع إقبال وتوجه. خشوع. هذا بعض مش كل من ما ورد في لقبول الدعاء. طيب نأتي إلى حديث لم يخرجه الشيعة فحسب. مين أخرجوا؟ غيرهم أخرج. الحاكم في مستدركه على شرط مسلم. هلأ قد يأتي من يقول لي الحاكم مناقش فيه وفيما أخرجه، لحبين
شو الحديث؟ فلو أن رجلا صفن بين الركن والمقام، يعني ثبت قدميه وتوجه فصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد دخل النار، أخرجه الحاكم على شرط مسلم. حتى الآن ممكن يقول لي هذا الحاكم نحن نطعم به وإخراجاته مو مضبوطة، صححه الذهبي. بس تقول صححه الذهبي يعني غصب عنه ما قدر، صححه له الذهبي الذي تتبعه في كل شاردة ووارد. شو بتفهم من هذا؟ في مكان من أشرف الأمكنة بين الركن والمقام ومتفرغ للعبادة، وصلى وصام يعني مطول قعدته، لبث دهرا ولقي الله بغير وهو مبغض لأهل بيت محمد دخل النار. يعني لم تعد صلاته مقبولة ولا صومه مقبول ولا وقوفه في أشرف في بعض أشرف المكان الموجود. نفهم منه أن الصلاة شرطها والصوم شرطه الولاية لمحمد وأهل بيته، فلا يكون في قلبه مقدار ذرة من البغض لهم. ماشي؟ طيب إذا الصلاة اللي هي عمود الدين هالشكل، كيف يقبل دعاء؟ نأتي إلى الشق الأخطر من سؤال الولاية. هو هاي ولاية محمد وأهل. الشق الأخطر أنه لماذا نجد الله يستجيب لغير الموالي؟ من قال لك إن الله استجاب؟ هو أطلعك على ذلك؟ أحيانا يكون دعاء غير الموالي لكن لا قيمة له، لكن حكمة الله تقتضي أن يتم الأمر بحد ذاته. هذا الأمر الذي دعا به مش استجابة لغير الموالي، إنما حكمة أن يتم هذا الأمر. هنا كأنما دعاءه حاول أن يلحقه إلحاقا بالمطلب الرئيسي وهو ليس هناك. حكمة الله، يعني الآن إذا قام واحد ينصب العداء لمحمد وأهل بيته ودعا أن تنتصر الدولة الفلانية في الحرب الفلانية، وانتصرت هو هلأ الله ناطره له لهذا؟ أو أن الحكمة في إدارة المسائل من عند الله اقتضت الانتصار التي نطق ب اقتضت الحكمة أن دعا هذا الغير الموالي أن يرزق، اقتضت حكمة الله والمطلب أن يرزق لأنه يملي له. شو ما مرأة على العالم مفهوم القرآني نملي لهم ليزدادوا إثما، إنما يملي له ليزداد إثما. وبالتالي ما عادت قصة استجابة الدعاء، صار في حكمة من الله عز وجل في هذا الأمر. أنا لا يمكن أن أقر بأن دعاء يكون مقبولا بلا ولاية محمد وأهل بيته أبدا، ولو تبدى للناس أنه مقبول، لو تبدى للناس أنه مقبول. اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون ذلك بغض النظر عن دعاء الظالم. نعم. هناك من يسألنا سماحة الشيخ عن موضوع الرجعة، مفهوم الرجعة، هل تكون الرجعة قبل الظهور المبارك سلام الله على صاحب العصر أم بعد الظهور؟ لا، الرجعة تكون بعد ظهور المولى صلوات الله وسلامه، بعد الظهور أبدا. ما هي الرجعة؟ ما هي الرجعة؟ أن يرجع أناس من الموت ليبعثوا أحياء من جديد. قد يقول قائل شيخنا هذه تخاريف، رويدك، نحن عنا أننا نحذو حذو من سبقنا من الأمم حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلنا. أولا خلنا نرجع إلى الأمم، هل حدثت عندهم رجعة لأموات؟ حتما.
حتما. ومش بس اموات بشر، من غير البشر. عزير وحماره. وحماره. حمار الذي اماته الله. اماته الله. مش ارقده. صحيح. لانه اذا بحكي باهل الكهف بيقولوا لي نايمين شيخنا. مع انه الله قال ثم بعثناهم. بعثناهم، نعم. خليني خلي اهل الكهف على جنب. هل هناك اجماع لدى المسلمين ان نبي الله عيسى عليه السلام قد احيا الموتى؟ نعم، احيا الموتى. احيا الموتى باذن الله. في حدا يخالف هذا الاجماع؟ ابدا. نعم. هذا الميت الذي رجع من الموت، رجع ولا مش رجع؟ طبعا رجع. رجع لحجية أم لا؟ على الأقل لتثبيت حجية روح الله عيسى. طيب، نجي لأيوب. رد الله عليه أهله، أهله ومثلهم معه، بعد أن كانوا من جملة الأموات. صحيح. قد يقول قائل النص شيخنا ما بيمكن كانوا مسافرين ورجعوا. طيب، عزير الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، ثم بعث أمامه حماره. بدأ يتشكل من جديد، عظامه ويكسوها لحمه، ثم قام الحمار. طيب، إبراهيم عليه السلام، ربي أرني كيف تحيي الموتى، نص واضح وصريح. أولا تؤمن أني أحيي الموتى؟ شوف كيف يبرئ الله نبيه. قال لا يا ربي، دخيلك، أنا أؤمن أنك تحيي الموتى، لكن حبيبي جبرائيل أخبرني أنك متخذ من الأرض خليلا، وعلامة هذا الخليل أن تحيي له الموتى، فأريد أن أطمئن قلبيا على أني أنا الخليل وليس لوط أو إسماعيل أو إسحاق على فرض وجودهما، بس لوط موجود. في حدا غيري حجي، خليني أطمئن، ليطمئن قلبي على الخلة، مش على أنك تحيي الموتى. حاشر لله. نعم. ما الآية؟ بلى بلى أؤمن أنك تحيي، ولكن ليطمئن قلبي، مش على بلى. بلى بلى جازم، على اختيار الخليل، على اختيار الخليل. وهاي من رشحات إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عندما أجاب المأموم بهذا الجواب. طيب، خذ 4 من الطير، أكيد بدوا يكونوا موتى. لا، لأنه جزأتهم الآية، والآية بالأول أرني كيف تحيي الموتى. ذبحهم، جزأهم، خلطهم، وجعل على رأس كل جبل جزءا. جزء. في عدة جبال. يعني 3 فما فوق، هم 4 بالرواية. ثم ادعوهن، عيط لهم، نادي لهم. تشكلت وعاد كل طائر إلى ما كان عليه. هاي الولاية التكوينية. يأتينا كسهل. هو إبراهيم ما كان في مقام إظهار الإعجاز، ما كان في شهود، كان عم يحكي بأمر خاص مع الله عز وجل. ثم ادعوهن، فوضه الله عز وجل أن يدعوهم باسمه بإذنه، فأجوا. رجعة ولا مش رجعة؟ طبعا. طيب، عم نجي لبشر رجعوا، وحيوانات رجعوا، والأمثلة كثيرة. في قرى مثل ما هي أماتها الله ثم بعثها، أحياها. هؤلاء اللي مع موسى بالعشرات أخذتهم الصيحة ثم أحياهم الله عز وجل. طيب، رجعوا، يعني عاينوا الموت وعادوا، يعني شافوا عالم البرزخ أقله أو بدايات عالم البرزخ. خرجت نفوسهم من أجسادهم. شو الموت؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها. نعم. وفاة نفس. ليش عندما بيكون في رجعة؟ إذا كنا بنص رسول الله نحذو حذو من سبقنا من الأمم، فلا بد ما تحقق عندهم يتحقق عندنا. أهداف الرجعة ما هي؟
الرجعة إحدى أهم تبلورات الحجية الإلهية، أن يأتي الشخص بنفسه ممن محض الإيمان محضا، وأن يأتي الشخص بنفسه ممن محض الكفر محضا، تتم منازلة بين رؤوس الإيمان ورؤوس الكفر. وهذا هو منتهى العدل. وقال له ليش الله نبهنا؟ قال لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو ردوا من الآخرة سيرجعون كفارا. والمؤمن أو رأس الإيمان يرجع رأس الإيمان. عدالة الأرض لا يمكن أن تكون محدودة بزمان أو مكان، عدالة الإله جل وعلا، فلا بد من عدل في الأرض وعدل في السماء. إن حكمه في أهل الأرض وأهل السماء لواحد. ولذلك إلى هذا حتى المسيحيون أشاروا في لازمة لديهم، والنص يستأهل أن يدرس. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك وين؟ كما في السماء كذلك على الأرض. على الأرض ينشدون عدالة. مشيئة الله شو هي؟ منفك عن عدالته؟ مشيئة الله فلتكن مشيئة. حتى هم في اعتقادات الخلاص لديهم ينظرون إلى عمق هذا المعنى. أنا أستشهد، ما بالضرورة أتبنى طبعا. فلا بد من الرجعة، لا بد من الرجعة، لكنها تحدث بعد الظهور، لأنه يبدو الرجعة لها تداخلات إدارية لا يقوم بها إلا المعصومون، وفيها أسرار. نسأل الله أن يرينا ذلك اليوم. لسائل أن يسأل سماحة الشيخ عن مقدار دية الضرب أو كفارة الضرب. ضرب مين؟ الضرب، يسأل فقط الضرب. هلأ الضرب مرة بيكون بيني وبينك والعياذ بالله، بالغين راشدين تضاربا في ديات، هلأ بحكي فيها. موضع الإشكال والمبتلين في الناس كله ضرب الأولاد. هذا العنف الذي يمارس على الأولاد، مرة من الأبوين ومرة من غير الأبوين، من العشيرة كل العم والخال والخالي كله بيعتبر نفسه مؤدب صبيانه وأولاد، ما بتلاقي غير عم يصلخوا. وبالمدارس هم أبطلوا، يعني منعوا الضرب في المدارس. اليابان رجعت أقرته عندهم، والضرب عندهم له طقوس طبعا، مش آداب معينه، ما عم برر لهم بس لقوا انه ما بينفع غير هذا، يعني هاي ثقافه عندهم. الابوان يضربان الولد، والعم والعمه بيضربوا الولد، والخال والخاله بيضربوا الولد، بياخذوه على المدرسه، بس يمسكوا المعلمة أو اللي عنده كآبة ببيتها وعنده كآبة ببيته، بيمسكوا بإذنه بيشلط له إياها. بتصير ونشوفها كل يوم مهما كابرت الناس. بدنا نحكي الواقع. الأولاد عم ينضربوا بالبيوت وبالمدارس. بدك تضحك شو بدي أسوي؟ إيه صحيح، هذا واقع صراحة. ما بيجوز. يمكن الضرب من قبل الأبوين للتأديب دون ترك آثار بحالات نادرة. يعني ممكن إذا ولد جدف على العزة الإلهية تعملها تأدبا، نعم، وتقعد تفهمه بالأول. وين أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب الكفارات، إذا تضارب شخصان كبيران لطمني أحمد غزال فازرق وجهي أو احمر. الإحمرار فيه دينار ونصف في الوجه وثلاث أرباع الدينار في البدن في الجسم، وكل إحمرار غير التاني. ها يعني إذا قاعد يصلخ ابنه
من رأسه الأخمر بده يحسب. بده نميز بيكون منفصل عن بعضه البعض. فإذا الوجه دي الدينار قداش بالأول؟ ايه؟ الدينار 3.5 جرامات من الذهب على اختلاف، بس هذا رأي السيد السيستاني. طيب يعني إذا ضربت أم ولدها أو أب ولده على وجهه فاحمر دينار ونص. دينار ونص سائر البدن 3/4 الدينار. دينار ونص يعني 3.5 جرامات ونصف ونص، يعني 3.5 وواحد ونص خمسة وربع. تمام اوكي. هودي هلا انفهمت للوجه دينار ونص وثلاث ارباع للجسد. للجسد جاي. الازرقاق، لا ازرق مش بس حمار، يعني صلخم تمكن منها قوية. ايه 3 دنانير في الوجه يعني 9 جرامات 11 جرام ونص 10 جرامات ونص ذهب. الازرقاق الازرقاق في الوجه ودينار ونصف في البدن. طالما عرفتوا قديش الدينار احسبوهم على مهلكم. صح 3.5 جرامات الدينار. ايه 3 دنانير الازرقاق في الوجه ونصفها في البدن يعني دينار ونص. دينار ونص. الاسوداد، لا هذا استعمل آله سودت. انت بس تسوي حجامه اول شيء بتحمر بعدين بتزرق بعدين بتسود. صح. الاسوداد طبعا الحجامه ما فيها كفاره ما حدا يتصل. صح اكيد. 6 دنانير في الواجه و3 دنانير في باقي البدن. طب واللي طيب اذا شككت واللي ما معه يدفع ما معه ما يضرب يتأدب هو يأدب. طيب لا ما لح اعطي المخرج لمن لا يملك. عفوا الاسوداد 6 دنانير في الواجه و3 دنانير في الجسد في البدن. طيب في باقي البدن. باقي البدن نعم. يعني 4-5 ضربات بده يحط مبالغ ينتبه خاصة أساتذة المدارس في الأرياف. يا ويله ما عم نشوفهم يوميا بيتسرب. صار في الآن فيديوهات وتنقل وتنشر. صحيح. طيب إذا شككت هل هو احمرار أو سوداد تبني على الأقل الإحمرار. إيه احمرار أو ازرقاق؟ احمرار. طب ازرقاق أو سوداد؟ لا هو ازرق. تبني دائما على الاقل على الاقل قدر المتيقن. طيب من لا يملك؟ بقول الاستاذ اذا ضرب التلميذ فاحمر لمين بده يدفع دي؟ لولي. اذا ابوه وجده ميتين بياخذ اذن المحاكم الشرعي بيعطيهم للام او لمن يربي الولد بده تنفق على الولد. هلا الاب اللي ما معه وشاطر يخبط فقط يمكن ان يحتسب نفقه الولد من جملة هذه الكفارة. نفقت الولد أو إذا بلغ الولد رشيدا سامحه حقه. بس إذا قال له حطهم بده يحطهم. إذا أباح الشرع الشريف تأديب الولد بما لا يوجب احمرارا أو زرقاقا أو سودادا في الوجه والبدن. يعني يعني حالي من الاستنكار ترافق مع لطمة مع ضربة مع هل قاد؟ وربما ما حدا منا ما غضب على أولاده وما حدا من الله يسامحنا حقيقة. صح. وكبروا أولادنا وسامحونا واستسمحنا منهم وأنفقنا عليهم أضعاف مضاعفة. مين منا معصوم؟ لسنا معصومين. بس خل نتقن الحكم الشرعي ولا يأخذنا الغضب. في ناس بيتسلوا بتعذيب الأطفال. صايرة حالي ساديستيك سادية نعم. إيه إنه أنا الآمر النهي هو برا أجبن من 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 الجبان بس يستقوي في بيته. على نفس الكلام من يضرب زوجته زوجته تضربه. ازرقاق احمرار بعد ما وصلنا للجراحات. إذا نزفت لا في كفارات أخرى تصل إلى نصف الدية. تصل إلى نصف الدية. طيب إذا عطب أحدهم من الضرب كمان إلها دية كاملة لبعض الأعضاء وربما يلزمه الحاكم الشرعي بطبابته. نعم تفضل. سؤال سماحة الشيخ، معنى عبارة أشهد لك بالنصيحة في زيارة أبي الفضل العباس عليه السلام الله؟ سبق أني شرحتها وأعيد، ولكن أحدهم يسأل مجددا. ان باختصار اقول
أشهد لك بالنصيحة، أشهد أنك يا أبا الفضل نصحت المعصوم في زمانه. جيد؟ نعم. طيب ما قد يأتي قائل فيقول طب ما عبد الله بن عمر نصح الحسين، وعبد الله بن عباس نصح الحسين بوفق ما يراه، وعبد الله بن مطيع العدوي نصح الحسين، وعبد الرحمن المخزومي نصح الحسين، وفلانة من الصحابيات نصحت الحسين، شو قيمة أشهد لك بالنصيحة؟ أشهد لك بالنصيحة الموافقة لحجية المعصوم بنسبة 100%، هاي قيمة أبي الفضل العباس، أنه نصح بيده ولسانه وسيفه ودمه وعيناه ورأسه وكفاه، كله كان عيبة نصح للمعصوم، مش نصح عادي، نصح العبد الصالح المسدد الحجي الذي لا يحيد نصحه قيد أنملة عن مراد المعصوم الذي هو مراد الله عز وجل. نعم بالله، هذا النصح. اعرف عندما تزور على ماذا تشهد، لأنه تعالى سيطالبك بشهادتك هذه يوم القيامة، وسيدخرها لك أبو الفضل وهو مستعجل كما عهدنا، فإذا استعجل واستقبلك طيفه حين خروج نفسك هذا هو الفوز العظيم، لأنه هالرجل مسدد من رسول الله ومن علي ومن فاطم من الحسن من الحسين من السجاد من الباقر وبقية الأئمة الذين لم يشهدوا، ومن هم بتلك المنازل الشامخة، زينب وأخوات زينب، الأطفال اللي كفكف دمعهم، وعلى هذا يمكنك أن تتصور كثيرا من الأمور. نعم. جزيل الشكر لكم. يا هلا ومرحبا. عفوا. الشكر موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، هذه تحايا الفريق العامل، دمتم في كلاءة الله، والسلام عليكم ورحمة الله، وتقبل الله أعمالكم. عليكم السلام ورحمة الله.